في مبادرة طيبة وتزامنا مع العشر الأوائل من ذي الحجة، قام أئمة مساجد ابن صف بعينت موشند بتكريم الأطباء ومستخدمي الصحة باستعجالات المستشفى باعتبارهم جنود الصفوف الأولى في مكافحة فيروس كورونا. بدون وفاء لما تقدمونه من الأعمال اللي هي خالصة عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عمل تحسيسي. رانا كل يوم رانا نديرون خرجات ميدانية، نقسموا الكمامات على المواطنين، ولكن للأسف الشديد الشعب ما راش يتفاعل. ولكن احنا حتى لا نطبط العزائم، احنا هكذا علمنا الإسلام، احنا نخدمه ولا ننتظر النتائج، احنا نديروا الواجب اللي علينا، نقدموا الرسالة تاعنا. يبقى دائما هذيك العينة الخيرة اللي طبقوا اللي تسمعوا اللي تمن. الأطباء استغلوا فرصة التكريم لتكرير نداءاتهم للمواطنين حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة مع عيد الأضحى المبارك. الوضع راه صعيب شوية، ويتفهموا هذا الوضع، الوضع مشي سهل. أنا كطبيب ما نفضلش هذا الوضع، نفضل الوضع احسن، مي الله غالب. نطلب من الشعب الوعي والوعي والوعي، باسكو رانا فريمون اون سوفرانس مع الشعب، ما مش عارفين اش راهم يديروا. نطلبوا من المواطنين يحترموا غير الوقايه والابعاد والكمامات، ويحترموا شويه هذا اللباس، خاطر حنا رانا في هذا حنا رانا نخلصوا احنا رانا نخلصوا. بس كي تهضري مع قول هذه الوقايه مليحه ليك لموك لهادي تجمعات. بكل عزيمه واراده يواصل الاطباء تجندهم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا في انتظار غد افضل دون هذا الوباء.